ضربة كل اثنين وكل خميس من 8 ل 10 مع ابراهيم ايربان. ناخذ مكالمة. ايه رانا نعيط لكم من الجي من هنايا اكزاكت اكزاكت هكا معليش مانيش راح نقول لك بصح انايا راني من عنبة. مرحبا بك خويا. ايه وبيك اهلا. مرحبا بك تفضل خويا ومرحبا بناس عنبة ثاني. ايه بون هو عندي صرات لي اون استوار هنايا في الجي. ايه اللي هي؟ حبيت وحدة طحت على راسي يا ابراهيم. كيف هذه يا حاج؟ كيف هذه؟ ايه وغاروا منها ومني فاهمة؟ فزدونا وجاوا ما بيناتنا وراك تعرف كيف هذه؟ فضت التريم ماله. كيف صرات؟ باسكو صغيرة في عمرها 13 ايه 13. كيف شكون هذه اختها الصغيرة؟ ايه هذه صغيرة هذه. راك تحكي على اختها الصغيرة؟ لا نحكي عليها نحبها انايا. اللي تحبها انت في عمرها 13؟ ايه نحبها 13 نورمال. هي اللاج 13 هي تبان صغيرة بصح كي تشوفها هكا هي مرأة نورمال. هي نورمال انا حبيتها انا دخلت قلبي انا نويت نديها. مرة نورمال يا اخي هي اسمح لي يعني معاك بصح ماشي ما تضحكش عليا. لا مانيش نضحك عليك والله ماني نضحك عليك ماشي كيفاش نضحك عليك نضحك انا على روحي انا نضحك على روحي باسكو علاش؟ باسكو انا حسبت لك تحكي على اختها الصغيرة ولا انت تحكي لنا عليها في عمرها 13 سنة. اي واش راح ندير انايا على غالب انايا سي با موا كي كوموند ابراهيم. وشكون القلب؟ ايه القلب يعني اسمح لي يعني على راسي على بالي. قلبك راح قلبك راح الطيور الجنه يا اخي قلبك راح الوزم ولا ايه يا اخي راح نقول لك شوف مالغري كاينه ديفيرونس في اللاج كبيره. صح والله نبغيها ناويها للحلال. ايه على كل حال احنا على بالنا ناويها للحلال. معليش درك ابراهيم درك اندردي تحب وحده صغيره بصح يا اخي ماشي دوك انا مانيش انا باش هي شوف هي كيما حبيت انا ما نقدرش نقول لك لا ولا ايه انا ما نقدرش ندخل روحي في امور اللي ما تخصنيش ولكن انا عندي بفهمتي وعلى حساب واش شفت عيني والخبره والجوده 13 سنه بزاف 13 سنه راهي بزاف صغيره تما هذه 13 سنه باش حاب يقول 13 سنه انا نشوف روحي كيف عمري 13 سنه ما كنتش انا ما كنت شغل 13 سنه شغل بزاف صغيره بزاف لو كان نقولوا زعما 18 طون 19 نقولوا ممكن حتى 13 سنه باك طومي جيري شغل تسنى المشكل تاعها طومي جيري اسكو يحكم جيري ولا طوم يحكم جيري وحده فيهم هذا هو المشكل اللي عندها في راسها دوك هذه ما شكيتش هي تدخل في هذه الامور لك تحكي عليها انت يا وك ناويها وما شكيتش الاخ وما على بالي والله يا خويا انا درك لها راس مال واني على بالي باللي فيها خيره ولو كان يقول لي العالم كله يقول لي لا ويقولوا لي كل بلي هي صغيره وانت هي كبيره نقول لهم لا انا نحبها وبربي ان شاء الله نديها وخلي يهدروا الغيارين وخلي يفزدوا على بالي بلي مش إيه. راي هذا اسكو انت شت ديجا الناس هكذا شت انت دي كا هكذا تاع هكذا شغل كيما الكات تاعك انت ما شفتش بزاف هي جوستومون نسقسيك باش نقول لك سي فاسون باش نقول لك اسكو تبان لك انت نورمال كان واحد يخدم معايا هنا عنده حبيبته في عمرها 12 وهو 30 والله العظيم صدقني 30 وهي 12 وهي تحب وتموت عليه كيف بصح هذاك كشغل هي بنت حومته هكا وهدر مع باباها وهدر مع امها هو 30 وانا يا براني يلا غالبا هي 30 هو 30 وهي 12 ايه 30 وهي 12 وهي اللي قتلوه هو كان يبيع في تشينا وهي راحت شرات من عنده تشينا وعجبها هكا وعجبوا بعضهم ويا اخي قوستو ما على باليش انا كيف ما قالت له نحبك ونموت عليك ونديك غير انت وقالوا لها الناس الكل قالوا لها بنتي وش بيكي هو داير هكاك شغل هو راجل هو في حل على كل حال بصح راك تعرف حاله تاع واحد 30 يا اخي ترونتيا اون بليس مسكين زوالي شغل قاسوا هكا قاسوا الفقر قاساته فاهمه اثرت في الكور تاعو اثرت في كل يا اخي واش حابني نقول لك انا ما قدرتش نعبر على شعوري لا غالب ما ينت اخويا ابراهيم ما نقدرش ولا ما نقدر نهضر واش ما نقدرش انا مشوكي ما نكذبش على خويا انا ايه والله انا سي مشوكي على بالك انا سي حاير في روحي هكا حاير في اللوكال اللي شرات لي كل شيء ما فهمتش كنت بعيد على دارنا كمونك حنان تحت فاها تحت عراسي ما فهمتش انا حتى المصيبه هذيك ما نعرف يا اخي ربي يجيب ساعه الخير ان شاء الله
ان شاء الله اخويا ان شاء الله وربي وربي يهدينا ربي يعينكم وربي يسلك الحال وهذا ما كان. وين راحت البلاد بلاد تشينا وين راحت البلاد سين غيزون دو بليس. وسمعتوا دوك واش انا عايش هنا هاد اليامات باش واحد يعس ولادو يعس بناتو ويعس ولادكم. هادي هي باسكو الحاله كما يقول لك دوك رانا في وقت وين كل شيء ممكن. راكم سمعتوا بودنكم وراكم شفتوا البارح بعينيكم. هذا العشق المخلوع هذا ماشي ضربة كل اثنين وكل خميس من 8 ل 10 مع ابراهيم ايرباك.